أكيد من بعد ما كنا مع أبونا أنطونيو مننتقل لنكون مع أبونا ميلاد مخلوف خادم رعية عكفرة لنحكي نحن وياه عن برنامج مش بس السيدة، بدنا نحكي عن احتفالات عيد مار شربل بيصادف عيد مولده بـ8 أيار. وأكيد هالقديس العظيم القديس العالمي مش فقط للبنان، مار شربل هو لكل العالم ولكل الناس بدون تمييز وبدون استثناء. اللي بيطلب شفاعته بيستجيب وبيرد عليه بنعمة ربنا وقدرته الإلهية اللي بتحول المستحيل لممكن. أبونا ميلاد مخلوف منحييك نحن ومنقول لك شكرا على حضورك معنا خادم رعية السيدة كمان بعكفرة، أو منقول احتفالات مار شربل وعيد ميلاده بعكفرة ببرنامج مكثف، في من الصلوات، في من اللقاءات، وفي من الحضور الكثيف لكتار من المؤمنين اللي بيقصدوا هالبلدة بهالعيد. الله معكم الله يحفظك. تحياتنا لكم أكيد، وبركة مار شربل تكون معنا جميعا. نحن صراحة الفرحة هيك بقلبنا كبيرة، لأنه اشتقنا لنرجع هيك نلتقي، اشتقنا لنرجع نصلي سوا، نقدر نعمل مسيرات، نقدس قداسات كبيرة بتجمعات كبيرة، رغم أنه بعد في زيول للكونفينمون تبع الكورونا، بس الأمور صارت أفضل بقى، نشكر ربنا. واليوم عيدنا صار هيك عنده نكهة جديدة، لأنه عن جد مجتمعين وبندعي كل اللي بيقدروا يشاركونا بهالفترة بعيد مولد هالقديس شربل اللي هو بطل من لبنان، شاهد للحق والحقيقة، صابر على تحديات العالم وانتصر بنعمة ربنا. بقى نحن ندعي اللي بيحبوا أن يحتفلوا معنا بهذا النهار، يكونوا موجودين معنا حتى نفرح بربنا أكثر، وناخد كمان لقلنا زوادي لنعرف نواجه تحديات العالم بقوة. نعم أبونا ميلاد، عادة هالاحتفال بعيد مولده بيكون بمسقط رأسه، يعني ببلدته بعكفرة. قدي الشغلة بالنسبة لألكن كأبناء البلدة بتعني لكم وبتحضروا لها وبتكون مميزة ومختلفة عن بقية الأعياد. دايما منقول عيد القديس لحظة وفاته، يعني مش وقت ميلاده، أنتوا اليوم بتعيدوا مولد القديس شربل بعكفرة. صراحة لقلت شو هي العامل الأساسي، هو أنه مار شربل توفى ليلة عيد الميلاد. نعم. بهالمناسبة أكيد عنا أولوية إكرام ميلاد الرب يسوع. مش هيك وقت اللي أعلنت قداسته لمار شربل تحدد موعد عيده بذكرى صيامته الكهنوتية 23 تموز. صار عنا هيك حسرة بأنه نحن ما عم نعيد له بعيده الأساسي، متفقين على عيد 23 تموز وثالث أحد من تموز أنه بنحتفل بعيد مار شربل، وهذا صار على مستوى العالم. نعم. وبتعرفي أنه اسم مار شربل الحكاية الله الحلوة اللي كل الناس سمعت فيها، لدرجة أنه صار مار شربل وين ما كان بأي تاريخ بأي لحظة عنده هيك شيء سبيسيال. بقى أي تذكار، إذا مثلا هلا اليوم نحن بعناية بـ 22 كل شهر، لأنه لوفاندو عمل هالعجيبة مع ست نهاد الشامي، صار ذات عيد. صحيح لأنه مار شربل. نعم. بقى نحن هيدي ما بتصير مع حدا تاني، هيدي عادة ما بتصير مع حدا تاني 100%. مشان هيك شخص القديس شربل هالقد قديس، ما فينا نقوله بين هاللين قديس القديسين، وصلنا لمرحلة انه وقت اللي كان بلش ينحكى بموضوع مار شربل وكانت كل العالم عم تسأل عنه وين وإلى آخره، بيّن بالتاريخ أهمية ولادته ببعكفرة. وكان الهم الأساسي هو انه نقول للناس، وهيدي دعوة، هيدي دعوة اليوم نرجع كتير نركز عليها، البيعة والبيت والعيلة والأم والبي، وهذا الأساس هو أساس بذور الدعوة وبذور القداسة. مشان هيك تسلط الضوء على 8 أيار ومولد مار شربل، وصار خاص ببعكفرة. نعم. اليوم لم يعد مختصر على بعكفرة، صار الاحتفال فيه بكل العالم، والعلامة على ذلك نحن عنا برنامج اليوم كمان رح يطلع بوستر جديد ببرنامج قداسات احتفالية بكل العالم تقريبا بعدة رعاية، رح يكون في نقل مباشر على الفيسبوك تبع الرعية بكثير بلدان بالعالم ليعيدوا عيد مولد مار شربل.
بقى بطل حتى بعكس صار كمان عالمي هيدا العيد. والهم الأساسي إنه نتذكر بأنه ولادتنا على الأرض هي مهمة كتير، بس هي لازم تكون عم تحضر لولادتنا بالسماء. وهذا الرابط بين العيد وبين بعكفرة. نعم، اليوم أكيد برنامجكم غني ورح نحاول قد ما فينا نحن وياك أبونا نضوي عليه لكل الناس اللي جايين يشاركوكم يعرفوا شوي تقريبا المواعيد إذا حبوا يقصدوا هالمنطقة ويكونوا عم بيشاركوا بالاحتفالات. نحن بالنسبة للعيد رح يكون مختصر على يومين بس، بعد نعم. فترة من التوقف عن الاحتفالات الكبيرة رح نرجع نعمل بس يومين. اليوم الأول رح يكون يوم السبت، بيكون في مسيرة تنطلق من حتشيت على الساعة 3:30 ومن الديمان على الساعة 3:30، مسيرة تقريبا 3 ساعات ونص من السير على الطريق. بتمرق بالرعاية، يعني حتشيت بتمرق على بشري على مرليشة وصولا إلى برقاشة وبتطلع على بعكفرة، ومن حصرون من الديمان على حصرون مزعون برقاشة بيلتقيوا المسيرتين على الساعة 6 وبيطلعوا صعودا إلى كنيسة السيدة بعكفرة. ولح يكون في على الساعة 7 قداس احتفالي ليلة العيد مع المونسينيور يوسف الفخري، رح نحتفل فيه بليلة العيد. بقى اللي بيحبوا يشاركونا بهالمسيرة، والهم الأساسي أو الغاية من المسيرة هي الصلاة من أجل لبنان، سلام بلبنان، من أجل تنوير ضمائر المؤمنين بلبنان ليختاروا مستقبلهم بوعي وبمسؤولية حتى يعرفوا يشهدوا للبنان الرسالة اللي دعينا عليه البابا، حتى نضل نحن الرسالة بقلب هذا العالم. بقى صلاتنا من أجل اللبنانيين مغتربين ومقيمين حتى ربنا ينورنا على ما هو صالح لأجل بلدنا. نعم، هذا يوم السبت. نعم، هلأ نهار الأحد لح يكون في عنا برنامج قداسات متتالية، إن كان بيت مشاربل وإن كان بالسيدة بكنيسة السيدة. ولح يكون نحن بالرعية عندنا لح يكون القداسات في قداس 8، في قداس 9، في قداس 10، في قداس 11 القداس الاحتفالي اللي لح يترأسه صاحب السيادة المطران جزاف نفاع. وأكيد من بعد القداس لح يكون في ضيافة العيد المعودين عليها المغلي بفرحتنا بولادة شاربل يوسف زعرور المخلوف اللي صار اسمه شاربل البعكفري، وشوكولا والمرصبين وكل اللي هو بيطيب. يعني ضيافة الولادة اليوم صارت شوي هيك صعبة بالنسبة للناس من الناحية الاقتصادية، قدي اليوم انتو كمان بعدكم هيك بحالة يسر للكل يقدروا يتضيفوا. بيني وبينك يعني أكيد تغيرت الظروف كليا وما بيحق لنا نبذل المصاري، بس صراحة أولاد ضيعتنا ما قدوا على حالهم. نعم، فلملموا من بعضهم وجربوا، بتعرفي الخيرين كتار إن كان مبيعة ومن خارج بيعة حتى يقوموا بهالواجب. نحن كرعية ما منحط ولا ليرة عليهم، حاولي من تعب أولاد ضيعتنا ومن تعب الستات والرجال من أصدقائنا من خارج بيعة حتى يقدروا يعملوا هالنشاط. نحن بنقدر جهودهم رغم انه هلا اليوم بتعرفوا يعني المغلي والقلوبات يعني صار شيء مكلف، بدها ميزانيه. نعم 100%، بس مع ربنا بحس انا بتمشي الامور. ما بعرف، انا صراحه تفاجأت انه هن ناويين بعد السنه واذ بهم يتجمعون يتضامنون وبيعملوا النشاط مثل ما انا معود. كثر خير ربنا. نشكر الله، ربنا بيدبر. نشكر الله. من بعد القداس اكيد بيكون في عنا قداس 12:30، القداسات من عشية 5 و6، وأكيد رح يكون في أون باراليل بموازاة القداسات بقلب الرعية رح يكون في على صفحة الرعية رعية بعكفرة أو بكعكفرة بارش رح يكون في قداسات يعني من عدة بلدان. رح نبلش من أول قداس نهار السبت بأستراليا. رح يكون نهار السبت لأنه بيكون هن مأكسين السبت عشية، رح ينقل نهار السبت الظهر على الفيسبوك. وطبعا رح يكون في بين أمريكا من برعيتين بكاليفورنيا، بأوروبا نهار الأحد عم بحكي فرنسا، عم بحكي يعني بعيد بوردو، عم بحكي رومانيا ببوخارست، عم بحكي
كمان بمنطقة بيت لحم، وأكيد من قلب الرعاية يعني بغرفين، عم بحكي بالفنار، عم بحكي بالرعاية بلبنان، كمان رح يكونوا منقولين على صفحة الرعاية لحتى نشارك مع بعضنا كل مين من مطرح. وبتعرفي لأنه التنقلات صارت صعبة كثير، إحنا بنصلي بس كل واحد برعايته بس باتحاد كامل بالصلاة. يعني هيك عم بتسهلوا للمؤمنين يكونوا مشاركين بكل الاحتفالات. 100%. نحن بدنا نشكرك. بشكركم لكم. وصلوا لنا وأكيد بنطلب من ربنا وما شربل ما يخلي هالبلد اللي هو رسالة واللي هو شهادة للحق ينطال بأي شيء، وخلي هالمسيحيين يرجعوا يكتسبوا الرجل المسيحي القوي ليكملوا المسيرة، يحملوا رأي تبعهم وما يخافوا. أمين أمين أمين. شكرا أبونا ميلاد مخلوف على حضورك معنا وحطيتنا بأجواء احتفالات عيد مار شربل. شكرا من جديد. منتابع إحنا وياكم أحبائنا من بعد هالفاصل ببقية فقرات برنامجنا.